السيد رائد القدر وهو رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب. مرحبا بك رائد. لنبدأ معك رائد. أهلا بك. يعني وضع الذهب، ما هي الأمور التي يعكسها؟ هو كما نرى يعني لا يستطيع حاليا أن يخترق 1800 نقطة، هل هذا يعطينا دلالات أنه سيرتد قليلا؟ وهل برأيك ما يزال يستمد قوته من موضوع زيادة الإصابات؟ يعني هل هو العامل الأهم؟ وحتى حزم التحفيز أيضا هي من العوامل المهمة. تماما، حزمة التحفيز هي التي تعتبر السبب الرئيسي وانخفاض القدرة الشرائية إجمالا بسبب برامج التيسير النقدية الضخمة وحزم التحفيز. ولكن الملفت في الموضوع أنه كمان في عندي أنا توجه وطلب حقيقي وفعلي فيزيكال وأيضا مضاربيا على الذهب في الآونة الأخيرة. شهدناه بزيادة أحجام التداول عليه، شهدناه بزيادة حيازات صناديق الاستثمارية التي تعمل في الذهب على وجه التحديد، شهدنا اضطراد في هذه الزيادات، وهذه الزيادات عادة تدخل على مستوى متوسط إلى مستوى إلى مدى طويل، أي أنها حتى تحقق المكاسب الحقيقية سوف تنتظر مستويات أعلى من هذه النقطة. وبنتيجة كمية أوردرات الشراء الموجودة سواء كانت التي تظهرها بورصة شيكاغو على سبيل المثال كل أسبوع، تظهر لدينا أن هناك مراكز بعيدة نوعا ما واستهدافاتها بعيدة نوعا عن ما، لأنه تكوين مراكز الشراء هو في مناطق قريبة يعني وبيلينج أب أو خلينا نقول تزداد بشكل متراكم ومستمر، وكأنه التارجت هو أكثر من 2000 دولار حتى للأونصة، وممكن أن يستمر هذا الأمر حتى منتصف حتى نهاية العام، وهذا مقارب للسيناريوهات مشهودة سابقا بنتيجة دخول هذه السيولة. نعم. طيب التعافي اللي عم نشوفه بالأسواق، يعني برأيك إلى أي مدى ممكن أنه لا يستمر بشكل كبير رائد؟ يعني وإحنا عم نشوف عدد الإصابات بالولايات المتحدة عم تزيد وترتفع ل3 مليون، يعني هل هذا الرقم بدأ يهدد أيضا معدلات النمو اللي ممكن كانت عم بتعول عليها الولايات المتحدة الأمريكية وحتى المنطقة الأوروبية؟ تماما ميسا، إذا نظرنا لموضوع التعافي المؤقت الذي نشهده في أسواق الأسهم فهو مرتبط بشكل كبير بأنه لا يوجد فرصة بديلة بالنسبة للمستثمرين حقيقة، ولا يبحثون عن إبقاء السيولة كما هي بنتيجة البرامج التيسيرية، وبالتالي هناك ضرورة لاستغلال واغتنام بعض الفرص الموجودة في أسواق الأسهم على وجه التحديد، ومن هنا تخلق لدينا volatility تذبذب أكثر من أنه يكون في عندي يعني اتجاه واضح صاعد وصريح، لأنه طالما لدينا مشكلة الكوفيد 19 موجودة ولا يوجد لقاح حتى الآن، والانتشار الخاص انتشار هذا الفيروس مستمر، قالها الفيدرالي سوف يكون من الصعب جدا توقع استقرار أسواق الأسهم الأمريكية، بالتالي هذا سوف يضطر أن يكون في عنا مزيد من الإجراءات التحفيز إذا اضطر الأمر، ومع ازدياد اضطراد عدد الإصابات لليوم يوم الواحد على سبيل المثال ارتفع حتى 195 ألف إصابة في يوم واحد من دولة واحدة، هذا يعتبر عدد رقم كبير جدا في يوم واحد، هذا إنما إشارة ضمنية على أنه القمة كما أشارت منظمة الصحة العالمية بالنسبة لفيروس كورونا لم نصل إليها بعد، وممكن يكون في عنا أسوأ، هذا يترجم في الأسواق على أنه في عندي فرص استثمارية ممكن أن نستغلها، وهناك تفاؤل بأن يكون مزيد من التيسير النقدي أو برامج التيسيرية وبالتالي القروض الرخيصة في الفترة القادمة التي قد تقلل القدرة الشرائية بلا شك للعملات أو للسيولة بشكل عام، ويكون اتجاه أكبر نحو خزانات قيمة. وللأسف وصلنا إلى أن سوق الأسهم بحد ذاته حاليا خزان القيمة لأنه بنتيجة التضخم القائم على البرامج المؤقتة. نعم. طيب رائد، كما ترى هناك الكثير من البيانات التي صدرت من الصين فيما يتعلق ببيانات النشاط الصناعي، هناك تطور ونمو في هذا الأمر، وأيضا سوق الوظائف الأمريكية، يعني كيف يمكن التعامل مع هذه البيانات؟ هل برأيك هذه تعطينا البيانات أنه تقريبا الأسوأ قد زال؟ وباختصار إذا نظرنا إلى الوظائف، صحيح الوظائف الأمريكية فحتى الآن لم تغطي الوظائف الجديدة التي تم إضافتها ما تم فقدانه في أول شهر. نعم. يعني حتى الآن نحن لا نزال في نقص في الوظائف وتراجع، وعملية التحسن الذي نشهدها هي عملية توقع مستقبلي أن نعود فتح الاقتصادات، خصوصا مع بعض النتائج الإيجابية مثل فايزر وبايو إن تيك، كان هناك بعض النتائج الإيجابية تشير إلى احتمالية أنه
الاختبار على البشر بدأ يظهر أرقام إيجابية، بالتالي المستثمرين متفائلين بالفترة القادمة أن يكون هناك وقف للانتشار. ومن هذه النقطة يمكن ترجمة أنه زيادة الإنتاج وهو للتمكين من الحصص السوقية في الفترة القادمة وتفاؤل بالفترة المستقبلية، لكن على أرض الواقع في الوقت الراهن لا يوجد الطلب الحقيقي. نعم، نشكرك رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب على كل هذه التفاصيل.